الله اليوم يوم الشخصيات الكويتية، العم هلال فتحان هلال المطيري هو نفس اسم جده اللي هو فهلال فتحان المطيري تاجر الأول المحسن الكبير اللي مقبرة اللي عند قبال البحر عند مستشفى الأميري باسمه تبرع فيها، وهو كان بتاريخه كان هو رئيس ديوان المحاسبة مثل براك المرزوق وغيره من اللي صاروا قبله وعقبه، وهو كان من الشخصيات السياسية يعني كان يشارك وكان بالأفكار والطروحات الكويتية، وأسرة هلال فتحان هلال مطير يدهم كان من المحسنين. مؤرخ الكويتي عمنا بدر السيد هاشم الرفاعي يقول إن أول كان يوني يقول يولى الناس يعطيهم، وهو نفس العم عبد الله عبد اللطيف العثمان اللي كان بالنقرة يزوجون ويساعدون وينفقون ويفكون رقبة ويسهلون أمور الناس، وهو كان يعني في زمن المد القومي انا قريت عنه اليساري الخطيب النيباري المنيس احمد النفيسي القطامي يعني خالد الوسمي كلهم هالجروب هذيل العتج محمد السعد صالح اللي ارخناه قبره يمه كان يمثلون الخط اللي يعني يسمونه الوطني الكويتي رحمك الله عمي. واليوم 22 رمضان 1445 1/4/2024 فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم.